مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة حلوة جدا سهلة وسريعة. عندنا نص لتر حليب، ربع كوب سميد وسط، ملعقة طعام مزهر، ملعقتين طعام سكر. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط السكر فوق الحليب، كمان المزهر وسميد. بحركن شوي، برجع بحطن على الغاز وبحركن تحريك مستمر. بس اشتدوا بهيدا الشكل، هلا بحطن بكاسات. هلا بتركن ليبردوا بحرارة الغرفة. بس بردوا بحرارة الغرفة، هلا بغلفهم بنايلو وبحطهم بالبراد ليبردوا. قبل التقديم بحط عليهم قطر وبزينهم. بس بردوا منيح بالبراد، هلا بدنا نزينهم. عندي فستق حلبي وبديل زهر الليمون، فينا زينيه حسب الرغبة. منزينهم قبل التقديم ومنحط عليهم قطر. بسم الله، بنحط قطر كمان. هذا الحلو اللي عملته انا وياكم بدقيقتين. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقه ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.